ألمانيا تعيق انسحاب النمسا من الغاز الروسي بسبب رسوم التخزين. السجن المؤبد لأربع جزائريين بعد جريمة قتل آخر بساطور. ألمانيا تمنع متطرفة النمساوية من دخول أراضيها بعد اجتماع مشبوه. المخابرات تقتحم منزل إمام مصري بعد دعائه لفلسطين. استمرار انخفاض طلبات اللجوء في النمسا وارتفاع في الترحيل. النمسا تتراجع 3 درجات في مؤشر السعادة العالمية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. انتقدت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليونال كفيسلا رسوم تخزين الغاز الألمانية مؤكدة أنها تعيق خطط النمسا للانسحاب من الغاز الروسي. وأشارت كيفيسلا إلى تعارض هذه الرسوم مع قوانين الاتحاد الأوروبي وتحمل الشركات والمستهلكين عبئاً، كما أوضحت أن النمسا ما زالت تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير بسبب العقود طويلة الأجل، وحذر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي من أن هذه التدابير قد تعيق توزيع الغاز بشكل عادل في أوروبا، حيث تجري المفوضية الأوروبية محادثات مع السلطات الألمانية بهذا الشأن. حكمت محكمة فيينا على 4 جزائريين بالسجن، وذلك بتهمة القتل باستخدام ساطور على جزائري آخر في محطة مترو فيينا في أبريل العام الماضي إثر خلاف حول بيع المخدرات. وتراوحت العقوبات بين السجن المؤبد و15 و17 عاما، وقد وجهت المحكمة تهم القتل للمتهمين الأربعة بمشاركتهم في مهاجمة رجل في محطة مترو فيينا أوزيكس باستخدام الساطور والسكاكين، ووصفت المحكمة الجريمة بأنها وحشية وقاسية، حيث طالبت المدعية العامة بأقصى العقوبات معتبرة بأن الجريمة لا يمكن تبريرها. منعت ألمانيا دخول الرئيس السابق لحركة الهوية اليمينية المتطرفة في النمسا مارتن تيلنا، وذلك بعد لقائه يمينيين متشددين بمدينة بوتسدام العام الماضي. وأعلنت تيلنا خططا للهجرة العكسية من ألمانيا، مما أثار قلقا واسعا، وتم إصدار قرار المنع بسبب فقدان حقوق حرية التنقل ويمكن لتيلنا الطعن فيه. وأشاد عمدة بوتسدام بالمظاهرات ضد التطرف، وأكد الالتزام بحماية الحقوق الأساسية، وأن السلطات المحلية هي المسؤولة عن تنفيذ قرارات منع الدخول في ألمانيا. قامت قوات حماية الدستور في النمسا بتفتيش شقة إمام مسجد معزول في فيينا بعد نشره عدة منشورات على الفيسبوك صنفت على أنها معادية للسامية. وكان إمام المسجد، وهو من أصول مصرية، قد دعا على اليهود ودعا أيضا لنصرة أهالي غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية، وتم تنفيذ حملة تفتيش في شقته وتعليق نشاطه في المسجد. وأعلنت الهيئة الإسلامية في النمسا حظرا على نشاطه في كل المساجد بغض النظر عن نتائج التحقيق، حيث تحقق النيابة العامة في القضية، ومن الممكن أن يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات. استمر تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا، حيث تراجعت إلى 2183 طلبا في فبراير بانخفاض 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتم منح 3277 حالة لجوء و1404 حماية فرعية حتى الآن هذا العام، وتجاوزت القرارات السلبية بقليل الإيجابية لطلبات اللجوء، بينما كان العكس في الحماية الفرعية، وأتى 61% من سوريا و10% من أفغانستان، مع وجود 76,000 في الحماية الأولية، نصفهم من أوكرانيا. وتم ترحيل 2037 شخصا و1144 منهم قسريا، وكان 39% منهم قد أدينوا بجرائم. تراجعت النمسا قليلا في الترتيب السنوي في تقرير السعادة العالمي للعام 2023 فيما احتلت فنلندا المرتبة الأولى للسنة السابعة على التوالي. وتبع فنلندا الدنمارك وأيسلندا والسويد وإسرائيل، في حين تراجعت النمسا من المرتبة 11 إلى 14. وتعزى السعادة في فنلندا إلى الدعم الاجتماعي والدخل والحرية وغياب الفساد. وأشار التقرير إلى زيادة عدم المساواة في السعادة على مستوى العالم، فيما كانت أفغانستان أقل دولة سعيدة، ويعتمد التقرير على استطلاعات الرأي لتقييمات الحياة من السكان.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعة برنامج همسات رمضانية من خلال تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.